السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، هذا الجزء الثاني من محاضرة السمول انتستن اللي بدأناها. بدأنا الأول في الديودنم، كانت محاضرة شوية تقيلة، أنا عارفة بالريليشن بتاعتها وكلام كتيرة كان فيها يعني البلاد سبلاي بتاعها كان سهل، بس هي كانت الريليشن فيها اللي كانت تقيلة فيها، أنا عارفة. الجزء الثاني بتاعها الموبايل بارت اوف سمول انتستن هيثبت شوية الجزء الأولاني، فهتلاقي الدنيا إن شاء الله تنور بعديها كده. يا رب كده نبتديها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بدأنا ان الاسوفيجاس وبعدين الاستومك، اتفقنا بعديها بعد الاستومك نهايتها كان اسمها البيلورس، وكان كل الجزء دوت كان بعد كده بدأنا، سوري، كل الجزء اللي بعد كده اسمه سمول انتستن. كل الجزء ده اللي كان اسمه سمول انتستن كان في منه الديدنم، وبعدين خلصنا الديدنم اللي كان سي شيب، كان الفيرست بارت، وبعدين السكند بارت، وبعدين الثيرد بارت، وبعدين الفورث بارت. وبعدين كان في حاجه اسمها الموبايل بارت اوف سمول انتستين. ليه قلت موبايل بارت اوف سمول انتستين؟ عشان كل ديودرم كان ريترو بيريتونيال ستراكشر. ليه ريترو بيريتونيال ستراكشر؟ لان اتفقنا ان في داكت بتفتح في السكند بارت اوف ديودرم، الداكت اللي هي الكومن بايل داكت والبنكرياتيك داكت، وما ينفعش الديودرم يكون موبايل باي حال من الاحوال، كان بس الفيرست انش بتاعه اللي كان موبايل، تمام؟ لكن بقيته كان ريترو بيريتونيال ستراكشر، كان متغطي بالبيريتونيم من قدام وعلى الجنبين. طيب امال الجزء الموبايل ده اللي هو مين؟ اللي هو الجيجنم، دوت اول جزء منه، اول 50 تقريبا، وبعدين بقيته الاليوم اللي هو اللور ثلاث اخماس تقريبا. بعد كده نبتدي اللارج انتستين عند الاليو سيكال جاكشن السيكم، ونبتدي بعد كده السيكم والاسندنت كولون والترانسفيرس والديسندنت كولون، اللارج انتستين يعني. فبقى عندنا السمول انتستين عباره عن ثلاث اجزاء، الديدنم والجيجنم والاليوم. مجازا لما بقول سمول انتستين بقصد جيجنم واليوم، بس انت تبقى عارف اناتومي اوف سمول انتستين انا اقصد الثلاثه، الا لو انا قلت لك ايه الموبايل بارت اوف سمول انتستين اللي هم الجيجنم والاليوم. موبايل بارت يبقى انا حددت، تمام؟ فالموبايل بارت اوف سمول انتستين اللي هو الجيجنم والاليوم. طيب هو عباره عن، هي طبعا موجوده كلها متغطيه كلها بالبروتينيوم لانك انت موبايل، فلما اقول لك ايه اجزاء الموبايل بارت هي الجيجنم والاليوم متغطيه كلها بالبروتينيوم. ببتدي فين؟ ببتدي هنا كده عند نهايه الديدنم اللي هي ديدنو جيجنال فليكشر، وبنتهي عند الاليو سيكال جانكشن. ايه الاليو سيكال جانكشن ده؟ اللي هو نهاية الإليم مع بداية جزء هنا اسمه السيكم، السيكم بداية الأعور أهو، المصران الأعور الجزء ده اللي نازل منه الأبندكس، بداية السيكم دوت مع نهاية الإليم اسمه إليو سيكال جانكشن، تمام كده؟ طيب خلي بالك إن السمول انتستين ديت أو اللي هي الموبايل بارت أو سمول انتستين اللي هي الجيجنوم والإليم تقريبا هم بتاع 6 متر، يعني تقريبا 6 متر موجودين في البطن. فطبعا عشان كده لازم يكونوا كلهم كويلز. يعني ايه كويلز؟ يعني كل كلهم متنين على بعض كده زي ما بنشوفهم دايما في الريليشن بتاعتنا. طيب لو انا احنا جايين في عمليه مثلا، والعمليه ديت انت عندك العيان داخل العمليه، العيان دوت عنده ديودن الارسل كتير، بيجي له ديودن الارسل، والعيان دوت بيجي له اتاك اوف ريميشن اكسسبيشن. يعني ايه؟ يعني العيان ده اوقات يبقى كويس واوقات يبقى وحش، وعلى طول بيجي له بقى ايه، يعني قليل يبقى كويس وقليل وكتير يبقى وحش، يجي له الاتاك بتاعت الالسر اللي موجوده في الديودرم. فانت اوقات تعمل ايه؟ انت ما تقدرش ان انت تقفل الديودرم عشان موجود فيه الكومن بايل داكت والامبولا اوف واتر والبنكرياتيك داكت، بس تعمل ايه؟ تخلي الاكل اللي نازل من الاستومك، تخلي الاكل اللي نازل من الاستومك جاسترو اللي نازل من الجاستريك توديه على طول على الجيجرم، ما تخليهوش يعدي خالص على الديودرم، ما تخليش الاتش اس ال خالص يعدي على الجيجرم. فتعمل ايه؟ فتعمل عمليه اسمها جاسترو جوجو نوستومي. يعني ايه؟ يعني تجيب الاند بتاعت البايلورس ديت وتوصلها بلوبس من الجيجن. طيب طب ما انا جوه العمليه هي يا دكتور، ما انا ممكن اشد كده، اول ما تشد هلاقي اول ما اقرب من الديودرم يبقى انا كده جيجنم، واشد اول ما اقرب من عند الابندكس يبقى انا كده اليم. لا طبعا، انت بتبقى فاتح الفتحه اللي انت بتبقى فاتحها في الاوبريشن، انت مش هتقعد تشد الانتستين فيها 6 متر اللي من الانتستين وتقعد بعد كده ما تعرفش تدخلها جوه. لا، انت اللي انت بتعمله في الجيجرم والاليم ان انت تعرف الجيجرم من الاليم ازاي. بما ان الجيجرم ما فيش فيه فات كتير، فالجيجرم دوت لو انت حطيت عند النور الكشاف بتاع العمليات كده حطيته ناحيه الجيجرم، هتلاقي ان انت تقدر تشوف النور منه. يعني ايه؟ يعني فيها ويندو. يعني ايه فيها ويندوز؟ يعني بما انها فيها فات قليل فتقدر تبقى ترانسلوسنت تدخل النور. ترانسلوسنت مش ترانسبيرنت. ترانسبيرنت يعني معناها ايه؟ ترانسبيرنت يعني معناها زي الازاز الشفاف كده اللي انت شايف الحاجه اللي وراه، ازاز شفاف وانت شايف اللي وراه، ده ترانسبيرنت. لكن ترانسلوسنت اللي هو زي الازاز الازاز اللي اسمها ايه، الازاز المخربش ده كده، الازاز المخربش ده المزخرف، الازاز دوت بيبقى ترانسلوسنت يعني مدخل النور لكن انت مش شايف اللي وراه. فالجيجرم والاليوم نفس المنظر،
الجيجرم انا عشان اعرف الفرق ما بينهم، الجيجرم ما فيش فيه فات كتير، فعشان كده هيقدر يبقى ترانسلوسنت، فاقدر ابقى شايفه النور. فلما تلاقي الويندوز موجوده يبقى انت كده عرفت ان انت موجود في الجيجرم. طب لما تلاقي الويندوز ديت مش موجوده يبقى انت موجود في حته فيها فات كتير، اللي هي مين؟ اللي هي الايليوم. يبقى الويندوز ديت هتبقى فيري كلير في الميزنتري، في الجيجرم هتلاقي فيه ويندوز، لكن الويندوز ديت مش هتبقى كلير فين؟ في الايليوم، لان في فات كتير. تمام كده؟ طيب تاني، يبقى انا دلوقتي انا قلت لك الجيجرم دوت واخد اول خمسين، لكن الاليوم دوت واخد الثلاث اخماس. الجيجرم دوت هو اللي ادخل، لكن الاليوم هو اللي ارفع. الجيجرم دوت فيه فيري ثيك وول، فيه الميوكوزا تخينه جدا جدا، فيه الماسكيولوزا تخينه جدا. ليه؟ علشان فيه بريستلسز جامده وفيه ابسوربشن كتير. لكن العكس، الاليوم بقى هو اليوم القليل والوول قليل والميوكوزا قليله، العكس بقى خالص، والماسكيولوزا قليله لان مفيش فيه بريستلسز ولا فيه ابسوربشن اكتر، يعني اقل منه. هنا هلاقي في ميوكوزال فولد كتيره، هنا هلاقي الميوكوزال فولد اقل، هنا هلاقي الفاسكولاريتي هلاقيها اكتر في الجيجرم عشان البريستلسز، هنا هلاقيها اقل. رغم ان هنا فيها الفاسكولاريتي اكتر، بس هلاقي انها ما فيش فيها انسموزس قوي، فهلاقي انها فيها ليتل ارتيريال اركيدز ليس اركيدز، لكن هنا هلاقي فيها اركيدز كتيره. هنا في فات قليل لكن هنا في فات كتيره. بما ان هنا في فات قليل فترتب عليها ايه؟ ان انا شايفه في ويندوز، لكن هنا بما ان الفات كتير فمش هبقى شايفه الويندوز، مش هبقى شايفه البيسلز واضحه. هنا في بريستلسس جامده فما بيقعدش الاكل، فانا مش محتاج لمفويد تيشو، ما محتاج فيو اجريجيشن او مش محتاج اصلا البيرز باتشز، لكن هنا انا محتاج اجريجيشن كتيره من البيرز باتشز. فبالتالي هنا انا مهور في الليمف فيسلز والنودز، الليمف نود قليله لكن هنا فيها ليمف فيسلز وليمف نود كتير. تمام كده؟ لو انا جيت هنا التقسيمه بتاعت الابدومن اللي احنا قلناها المره اللي فاتت كانت الرايت هايبوكوندريوم والليفت هايبوكوندريوم. الاول التقسيمه ديت كانت اتعملت ازاي؟ باثنين فيرتيكال بلين عند الميد كلافيكولار برين، واثنين هوريزونتال برين، واحد كان عند السب كوستال وواحد ثاني كان ايه عند السب كوستال والترانسبيلوريك والانترتيبيركولار. لما قسمنا الابدومن للناين كوادرنتس ديت قسمناهم للرايت والليفت هايبوكوندريم، اتفقنا ان ريليشن للكوستال مارجن، وبعد كده اللمبر يمين وشمال 4 و6 رايت والليفت لمبر ان ريليشن للمبر فيرتبري، و7 و9 الياك والياك ان ريليشن للالياك بون. امال 2 و5 و8 دول كان ايه؟ كان ديت الامبلايكال ريجن، واللي فوق ديت كانت الايبيجاستريك، واللي تحت كانت الهايبوجاستريك. فلما انا جيت اقول لك ان الجيجرم موجود اكتر في الامبلايكال ريجن، هنا كماله الجيجرم موجود اكتر في الامبلايكال ريجن، لكن الاليوم دوت كان يكون موجود اكتر في الهايبوجاستريك ريجن والالياك فوس والرايت الياك فوس طبعا. خلاص؟ طيب فبقى انا عندي الجيجرم والاليوم المقارنات ما بينهم، ديت الجزئيه اللي انا كنت سبتها ان كل جزء فيها موجود في انهي ريجن في الابدومن، والمقارنه اللي ما بينهم سهله جدا. الاول الماسكيولوزا والرول والبريستلسز والابسوربشن، تعرف مين اللي فيهم اكتر، والباقي هيكر بقى معاك. خلاص؟ اللي فيه ماسكيولوزا اكتر فانا محتاج بلاد فيسل اكتر، فانا محتاج فيها بلاد فيسل كتيره فمش محتاج انستموزس كتيره، فالاركيدز اقل. الفات اللي فيها قليل فانا شايفه الويندوز. الاكل بيعدي فيها على طول بسرعه وهي الصائم، فانا مش محتاجه فيها الليمفويد تيشو، محتاج فيها بيرز باتشز كتيره، بور في الليمف فيسل والليمف نود. العكس بقى في الاليوم على طول، وادي البيرز باتشز اللي موجوده، هتاخدوها في الهيستولوجي بالتفصيل وشكلها عامل ازاي والوصف بتاعها بالظبط ازاي. تمام؟ لو انا جيت فتحت كده الجيجرم، اجي فتحت الجيجرم شايف المنظر عامل ازاي؟ السيركولار فولد الموجوده في الجيجرم، هو البوينتر راح فين؟ البوينتر راح فين؟ لو انا فتحت كده الجيجرم شايف السيركولار ميكوزا فولد عامله ازاي؟ الميكوزا فولد فيري ثيك، واليومن انا شايفها واسع، وشايفه فيري ثيك ماسكيولوزا وفيري ثيك ميكوزا، عشان فيه الاكتف بريستلسز والابسوربشن الجامد اللي بيحصل فيه، فلازم انت تكون عندك ايه؟ عندك ماسل وول جامده جدا تستحمل البريستلسز الفظيعه اللي بتحصل. نيجي بقى للجزئيه اللي احنا سيبناها اللي فوق اللي هي ميزنتري اوف سمول انتستين. ايه الميزنتري اوف سمول انتستين دي؟ احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان اي بريتونيوم ليه علاقه بالاستومك سميناه اومنتم. والله لو انت صغير من عند الليسر كيرف سميناك ليسر اومنتم، لو انت كبير من عند الجريتر كيرف سميناك جريتر اومنتم. واتفقنا تاني مره ان احنا قلنا ان اي حاجه ليها علاقه بالسمول انتستين هنسميها ميزنتري، والميزنتري ديت ممكن تكون ميزنتري اوف سمول انتستين اللي هي الجزء اللي احنا هناخده النهارده، وممكن تكون ميزنتري عند الترانسفيرس كولون عند اللارج انتستين سميناها ترانسفيرس ميزو كولون، وممكن تكون ميزنتري في اي حته تانيه عند السيجمويد مثلا سميناها سيجمويد ميزو كولون. فكلمه ميزنتري معناها ان هي بريتونيال فولد ليها علاقه بالانتستين ايا كانت سمول او لارج. خلاص كده؟ طيب الميزنتري ديت هي عباره عن جزء اهو
الجزء اللازق في البوستيريور ابدومينال وول اتاتشد، وجزء بعد كده الموبايل اللي هيدخل ايه؟ اللي هيدخل الانتستين فيها اللي 6 متر دي المغلبانه. الجزء دوت هو اللي هيحشر فيها الانتستين فيها. فبقيت هي عامله زي المروحه، جزء ضيق هنا اللي هو ال 6 انش ده، هي 6 متر كلها يعني البوردر دوت 6 متر، لكن الجزء الاتاتشد الصغنن دوت ده تقريبا 6 انش، تقريبا 15 سم. فانت لما تكون عندك حته صغننه كده والحته اللي بعد كده الكبيره ديت فعامله زي الفان شيب. فعشان كده في تعريف الميزنتري اوف سمول انتستين اول كلمه بقول لك هي فان شيب فولد من البريتونيوم، هي ماسكه من عند البريتونيوم مغطيه كل السمول انتستين مثبتاها للبوستيريور ابدومينال وول. فكل ال 6 متر دوت هو ده اسمه فري بوردر، لكن دوت اسمه الايه؟ الاتاتشد بوردر او اسمه الروت اوف ميزنتري. فبقى انت عندك تو بوردرز، عندك الفري بوردر اللي هنا اللي هو 6 متر اللي هو فيه الكويل اوف جيجرام والاليوم، وبعد كده عندك الاتاتشد بوردر اللي هو هنا دوت اللي هو ماشي، هقول لك ماشي الدايركشن بتاعه من فين لفين، بس عرف لي دلوقتي ان هو الضيق الصغير اللي هو 6 انش بس ده اللي هو لازق في البوستيريور ابدومينال وول. تاني ليها الروت اللي هو ده وليها الفري بوردر اللي هو ده. الروت اللي هو ده اللي ماشي اوبليك تو ذا رايت، اللي ماشي من عند ديدن وجيجنال فليكشر لغايه الاليوسيكال جنكشن، والفري بوردر اللي هو فيه الكويلز اوف سمول انتستين نفسها. تمام؟ طيب بقى دوت بيعرف من اول هنا قاعد بيعرفك الميزنتري تاني، بيقول لك ان هي بيروتينيال فولد، خلي بالك وانها شكلها عامل زي الفان شيب علشان الاتاتش بوردر بتاعها ضيق 6 انش لكن الفري بوردر بتاعها 6 متر. وبيقول لك خلي بالك انها معلقه الجيجنم والاليوم من البوستيريور ابدومينال وول، لو انا ده كده لازق في البوستيريور ابدومينال وول الروتس، فانا كده معلقه البوستيريور معلقه الجيجنم والاليوم. وطبعا هي بتعمل سبورت وبتعمل نيتريشن وبتعمل الكلام ده كله، وهي ليها مش مهم قوي ليها 2 لايرز من الجريتر سايد. المهم ان الروت اوف ميزنتري دوت لو هو ده كده كان الاتاتشد بوردر، واجي الفري بوردر اللي هو معلق فيها الانتستين. طيب الروت اوف ميزنتري انت رجعت قلت لنا ان هو ماشي اوبليكلي داونورد، يعني ماشي كده اوبليكلي داونورد تو ذا رايت وهينتهي عند الاليوسيكال جنكشن. طيب ايه الحاجات الاستراكشر اللي عدى عليها مهمه؟ كان في حاجه احنا قلناها المره اللي فاتت وقلت لك سيبها لي المره ديت، هقولها لك في الثيرد بارت اوف ديدنم. فاكرين المره اللي فاتت كنا قلنا في فيرست بارت اوف ديدنم، سكند بارت اوف ديدنم، وادي الثيرد بارت اوف ديدنم. وكنت قلت لك ان الثيرد بارت اوف ديدنم دوت بيعدي قدامه الروت اوف ميزنتري على الثيرد بارت اوف ديدنم. جميل قوي. عندي الاول الروت اوف ميزنتري اللي هي اتاتش دي، ده كان 6 انش ودوت كان ماشي، يعني الدايركشن بتاعه المهم ان هو كان ماشي اوبليكلي داون وورد تو ذا رايت من عند الديدن وجيجنال فليكشر لغايه الاليوسيكال جنكشن. الروت اوف ميزنتري كان ايه الاستراكشر اللي كانت بتكروس بالروت ستيت؟ كانت مهمه جدا، كانت ثيرد بارت اوف ديدنم، كانت الابدومينال اورتا، كان الاي بي سي، كان السوس ميجر، ومعانا اليوريتر الرايت يوريتر، ومعانا الجنايدال ارتري والجينيتو فيمورال نيرف اللي لازق على السوس ميجر. تمام كده؟ طيب اللي كانت عدد ايه الكونتنت بتاعت الروت؟ الكونتنت بتاعت الروت زي اي ميزنتري، الكونتنت بتاعت الميزنتري سوري زي اي ميزنتري في الدنيا، هتكون هي الجيجنال والاليوم اللي هي الميزنتري بتاعتها، وهتكون الفيسلز اللي داخلها سبير ميزنتريك فيسل، وهتكون شويه اوتونوميك نيرف، وهتكون في الليمفاتيك تيشوز اللي موجوده فيها، الليف فيسلز اللي موجوده فيها، وهتكون شويه اكسترا بيروتونيال فات وشويه فات موجودين فيها وشويه ليمف نودز. خلاص كده؟ طيب بس كده، هي محاضره صغيره جدا جدا، كماله المحاضره اللي فاتت ما فيش فيها لات كتير زي اللي تيجي جيل الروت اوف ميزنتري والاستراكشر اللي معديه عليها جايبه لك ليها رسمه ثانيه بالتفصيل بقى، عامله لها فيها زومنج اكتر للابدومينال اورتا والاي في سي والثيرد بارت اوف ديودنم، وادي اليوريتر اهو والصوص اللي ورانا والجنادل والجينيت فيمورال نيرف. تمام؟ طيب دلوقتي ام سي كيو كده، مراجعة على اللي فات على الديدرم، مش مراجعة على الفات كله يعني، مراجعة على الديدرم، الجزء بتاع الديدرم والجزء بتاع النهارده. طيب regarding relation of duodenum choose the correct answer. الديودنم ليه ميزنتري؟ هي الجملة تعتبر صح ان الديودنم كان ليه ميزنتري في وقت الانتريترين لايف، انا كان يحققش ان انا اكتب في الادلت لايف. الديودنم ليه ميزنتري؟ هو الديودنم كان فعلا ليه ميزنتري، هتاخدوها في الامبريولوجي، الديودنم كان ليه ميزنتري وميزنتري مهمة كمان، وبعد كده فقد الميزنتري بتاعته واتلزق في البوستيريور ابدومينال وول. طب ليه كان ليه ميزنتري وبعد كده سابها؟ يعني ايه اللي خلى الديودنم يكون ليه ميزنتري وبعد كده يسيبها؟ الديودنم كان ليه، هتاخدوا الكلام ده قدام، بس الديودنم دوت كان ليه ميزنتري علشان يساعد في الحركه الروتيشن بتاعت الاستومك. يعني الديودنم كان ليه ميزنتري وفقدها، والاسوفجس كمان كان ليه ميزنتري وفقدها علشان الروتيشن بتاع الاستومك. لكن بعد ما احنا خلاص بعد في الادلت لايف، فانت الاستومك خلاص لفت، فانا مش محتاج الميزنتري. وبلس ان الديودنم كمان زي ما قلت لك ان فيه الدكت، فما ينفعش يكون
موبايل، يعني ما ينفعش يكون موبايل باي حال من الاحوال. فالديودرم في الادلت، الديودرم في بعض الولاده يعني ملوش ميزنتري. لا غلط. طب الديودرم هو ريتروبيريتونيال اورجن صح. طب الديودرم از فيكسد للبوستيرير ابدومينال وول، الديودرم لازق في البوستيرير ابدومينال وول بما انه ريتروبيريتونيال ستراكشر، فهتبقى الاجابه هي بي وسي الاثنين، الديودرم ريتروبيريتونيال ستراكشر والديودرم لازق في البوستيرير ابدومينال وول. طيب يا رب تكونوا بتجاوبوا معايا. طيب الريليشن بتاعت الديودرم، كان الفيرست انش اوف ديودرم دوت كان موبايل، الفيرست انش اوف ديودرم ده كان موبايل، الديودرم دوت ما كانش ريتروبيريتونيال اورجان طبعا غلط، الفيرست انش اوف ديودرم دوت ريليتد انتيريور للكومن بايل داكت. الفيرست انش اوف ديودرم نفتكر كده شويه من المحاضره اللي فاتت، الفيرست انش اوف ديودرم كانت ريليتد انتيريور للكومن بايل داكت. هو الفيرست انش ما كانش له علاقه بالكومن بايل داكت، بس اللي كان ليه علاقه السكند انش، بس كان انتيريور ولا كان وراها؟ فانتيريور دي طبعا غلط. الفيرست انش اوف ديودرم از ريليتد بوستيريور للكوادريت لوب اوف ليفر. الفيرست انش ريليت بوستيريور ولا كان انتيريور للكوادريت لوب اوف ليفر؟ فطبعا لا دي غلط، هي انتيريور، فيبقى هتبقى هي الاجابه الصح ان هو ايه الفيرست انش اوف ديودرم هو اللي هيبقى الموبايل. الديودرم هو ريتروبيريتونيال ستراكشر طبعا، الفيرست انش اوف ديودرم كان ريليتد للكومن بايل داكت غلط، ده السكند انش وكان ريليتد بوستيريور مش انتيريور. الفيرست انش اوف ديودرم ريليتد انتيريور للكوادريت لوب اوف ليفر. اللينث اوف ديودرم، اللينث اوف ديودرم احنا اتفقنا ان اطوال الديودرم، الديودرم احنا قلنا ان هو كان كله كان 25 سنتيمتر، وقلنا الديودرم بعد كده قسمناه لاربع اجزاء، كان 2 انش 3 انش 4 انش 1 انش 2 3 4 1. طيب الفيرست انش اوف ديودرم دوت كان 2 انش صح، الديودرم كان 25 سنتيمتر لونج صح، الديودرم كان كله كان 25 سنتيمتر. الفيرست انش، فيرست انش اوف ديودرم الاول مش هوريزونتال وبعد كده بوستيريور صح، اول اوف ذا اباف صح، يبقى هي الاجابه دي اللي صح. احنا الديودرم كنا متقسمه 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 تمام بالانش. Guarding suspensory ligament of the ديودرم choose the correct answer. الديودرم دوت كان suspended منه صح؟ ال arise من الليفت كروس اوف diaphragm. ال suspensory ligament دوت كان جاي من الليفت كروس ولا من الرايت كروس؟ كان من الليفت كروس، كان من الرايت كروس سوري، الليفت كروس دي غلط. كان بيبقى fix the first part of the ديودرم. لا ده كان بيبقى first the duodenogenital flexure. ال terminal part بتاع الديودرم. فالإجابة الصح إن هيبقى الديودرم بس متعلق منه. تمام؟ الارتيريال سبلاي اوف ديودرم اتفقنا ان اول انش بس هو اللي كان بياخد بلاد سبلاي كتير، بياخد بلاد سبلاي من الرايت جاستريك والرايت جاستر ايبيبلويك والسوبرا ديودرال ارتري، لكن بقيه الديودرال كله من السوبيريور والانفيريور بانكرياتيك ديودرال. وقلنا ان الفيرست انش اوف ديودرم دوت كان ليه دبل بلاد سبلاي او تريبل كمان بلاد سبلاي صح. السكند انش اوف ديودرم دوت كان السوبيريور بانكرياتيك ديودرال سبلاي، المفروض هنا از سبلايد باي سوبيريور بانكرياتيك ديودرال صح. الديودرم دوت الكومنست سايت للبيبتيك السر صح، الديودرم كان هو الكومن سايت للبيبتيك ألسر، فالاجابه هي اول اوف ذا ابوف، الديودرم كان هو اكتر مكان بيحصل فيه البيبتيك ألسر. السكند انش اوف ديودرم دوت كان بيبقى سبلايد بالسوبيريور بانكرياتيك ديودينال صح، والفيرست انش كان بيجي له بلاد سبلاي كتير. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان علشان الجزء اللي بعد البيلورس ومعرض للاتش سي ال كتير، فالجزء دوت كان بيجي له بلاد سبلاي كتير. طيب في محاضرة النهاردة بقى الموبايل بارتس اوف سمول انتستين، كان الجوجينم دوت كان بيعمل 50 السمول انتستين، الجوجينم دوت كان بيعمل 50 صح، الجوجينم دوت كان بداية السمول انتستين وده كان بيعمل بروكسيمال 2 هاف 2 فيفث من السمول انتستين، الجوجينم دوت كان بيعمل البروكسيمال البروكسيمال 3 فيفث. لا طبعا الإيليا الجوجينم كان بيعمل بروكسيمال 50. طب الإيليا كان بيعمل بروكسيمال 50؟ لا الإيليا كان بيعمل البروكسيمال، الاليوم سوري كان بيعمل الديستال 3 خماس مش البروكسيمال خالص ومش 50. طب الاليوم كان بيعمل بروكسيمال 5؟ لا طبعا الاليوم بيعمل الديستال، الديستال 50، الديستال 3 خماس سوري، يعني احنا 50 و3 2 و3 انا عاملها لكم عشان اسالكم فيها اتلخبطت انا، 50 و3 الجوجينم دوت كان بروكسيمال 50 لكن الاليوم دوت كان الديستال 3 خماس تمام. فطبعا هي الاجابه الصح هي ايه اول اجابه. Regarding contents of mesentery, mesentery of small intestine يعني. المسنتري of small intestine مين اللي هيكون موجود فيها؟ الكويلز of jejunum بس؟ ولا الكويلز of ileum بس؟ ولا الكويلز of اثنين؟ الاثنين طبعا، الكويلز بتاعت الجيجرم والاليوم. ولا السوبيريور ميزنتريك فيسلز؟ ولا الانفيريور ميزنتريك فيسلز؟ اللي موجود فيها مين؟ الانفيريور ميزنتريك فيسلز دوت الارتيريا سبلاي والفينس درينج او البلاد سبلاي يعني بتاع اللارج انتستين. فهو مش معايا خالص هنا. لكن مين اللي هيكون كونتنت معايا؟ السوبيريور ميزنتريك فيسلز. تمام؟
بس كده، بس كده محاضرة صغيرة جدا، أتمنى إنها تكون كانت بسيطة بالنسبة لكم. المحاضرة ديت ما ينفعش تتسمع غير لما نسمع محاضرة الديودرم، ومش نسمعها محاضرة الديودرم مرة ولا بسرعة كده، نسمعها مرة ومرتين، ونبص في الرسومات شوية، ونعمل سيرش شوية زي ما علمتكم، نعمل سيرش شوية على الصور، ونطلع صور كتير كتير كتير، هتلاقي الموضوع بقى سهل قوي إن شاء الله كده. وربنا معاكم، وأنا معاكم في أي حاجة احتجتوها. ربنا معاكم يا رب، يلا أشوفكم على خير.